بعد تقديرنا عن حلب الشهباء زينب، رح نبقى بحلب الشهباء نترافق بجولة عبر التاريخ لنتعرف على أبرز المعالم الحضارية للمدينة عبر الزمن، مع الاستعازة عبد الرزاق الحمصي خبير إدارة مواقع أثرية وتراثية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير سوريا، صباح الخير لحلب، صباح الخير لكم للإخبارية. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يعني خلينا أستاذ عبد نبدأ بداية على أهمية حلب على الخارطة السياحية تاريخيا. حلب من أهم المواقع بالمنتج السياحي السوري لأهميتها التاريخية ولمواقعها. تاريخ حلب عريق كثير، يعني عميق كثير. تواجد البشر من حلب بحلب من أكثر من مليون سنة. نعم. بس الحضارة بحلب بدأت تقريبا من 11000 سنة. أول زراعة بدأت بحلب، أول تخصيب قمح، أول أنظمة ري، لو متواضعة بس أنظمة ري، أول بيوت بحلب. هذا عم أحكي من 11000 سنة. بس حلب كمدينة محاطة بالأسوار كاملة من 5000 سنة. وحلب هي من أهم المدن الخط الحضاري الأول، اللي هو حلب، إبلة، حما، مشر في شرق حمص، ودمشق. هدول خمس مدن من 5000 سنة أصبحوا مدن متكاملة محاطة بأسوار، فيها قصر للحاكم، فيها نظام سياسي. وحلب يعني درت الخط الحضاري الأول. وقت تنزور حلب في كتير معالم بحلب ومعالم حلوة. يعني لا شك أنتم بتعرفوا قلعة حلب، أكيد طبعا، يلي هي رمز صمود حلب. نعم. أول ما تواجد البشر هنا تواجدوا بحلب. صحيح. بمدينة حلب، مكان القلعة. يعني القلعة هي كانت المدينة القديمة بحلب. صحيح. مع مرور الزمن تطورت وكانت تعمرت عدة مرات. الشكل الحالي بتشوفوه هو قرن 12. أهمية قلعة حلب أنه لم تؤخذ عنوة عبر التاريخ. حتى خلال الحرب هاي استشهد 3000 عسكري لحماية هالقلعة وما سقطت قلعة حلب وظلت صامدة. هي رمز صمود سوريا ورمز صمود حلب. قلعة حلب كتير جميلة. بتمنى هلأ أهالي حلب والسياحة الداخلية يطلعوا على حلب ويزوروا القلعة. فيها كتير معالم، فيها اثنين جوامع قدماء، إبراهيم عليه السلام عاش فيها، فيها خزانات مي حلوة، فيها جامع إبراهيم عليه السلام هو اللي كان بيته صار بيته. بعدين في منظر بانورامي من حلب من القلعة. نعم. تشوفوه عدة اتجاهات منظر بانورامي. في أسواق حلب القديمة، هلأ هي حلب من طول عمرها أسواق. صحيح. يعني كانت على طريق الحرير وقبل طريق الحرير، يعني حتى هي كانت محطة كتير على طرق التجارة العالمية. لذلك أسواق حلب كانت مشهورة عبر التاريخ. السوق الحالي اللي بتشوفوه قرن 12. نعم. أجمل شيء بحلب هو أسواق حلب. هذا السوق الرئيسي، سوق المدينة. نعم. طوله الإجمالي مع تفرعاته تقريبا 10 كيلومتر. تمام. يعني نحن عم نحكي أستاذ عبد الرزاق عن تاريخ عريق، ويمكن منخص بالقلعة بفكرة معينة صمودة أكيد دائما. مثل ما عرفنا الجيش العربي السوري هو رمز هذا الصمود، لأنه بفضله قلعة حلب ما انهزت. أكيد رح نستعرض نحن هلأ البرنامج، رح نفردها، بس بما أننا شوي طويلة رح استعين زينب كمان. يعني هون عم نشوف هاي منظر بانورامي لحلب بالثلاثينات. نعم. يعني تقريبا من تقريبا 90 سنة هاي الصورة مالتها أو 80 سنة. تمام. بلشنا بشيء معين؟ لا، هي كانت أسود وأبيض، هي تلونت باليد بعدين. نعم. بتشوفوها المناظر كتير كتير هي رائعة. القلعة بارزة، بتشوفوها بروز القلعة اللي فيها. الجوامع، المآذن وأبراج الكنائس كتير واضحة كانت كمان فيها. تماما. على فكرة بتتزاحم الجوامع والمدارس والكنائس بحلب. حلو. بحلب في تقريبا 1000 جامع ومئات الكنائس. تماما. وكلياتهم مع بعض. هلا من معالم كمان الحلوة اللي بحلب في ساحة الحطب حي جديدة. كنت عم بحكي عن سوق حلب اللي أعيد ترميمه، أجزاء سقطية منه كثيرة، سقطية، وهلا عم يرمموا قسمين ثانيين. يعني حلب إعجاز. صحيح.
أنا بوجه تحية لحلب، لأهل حلب ولكل القامات بحلب، قامات اقتصادية وسياحية. صحيح. شيخ نجار رجعت، الأسواق رجعت، في محل عطور أنا دائما بطلع قبل الأحداث أخذ منه، كمان رجع بقول له إنه رجعوا خذوا منه. عطورات شرقية وغربية في عنده، ساحة الحطب عم يشتغلوا فيها، في 3 كنائس بجديدة رجعوا ترمموا، كنيسة حلو. مارونية والأرمن والكاثوليك، 3 ترمموا صار فيهم خدمة كنسية، رجعوا بحلب. بس أنا حكيت كثير عن حلب يعني سابقا، بس المتحف، صحيح المتحف، المتحف بدنا نعرف، المتحف خلينا نعمل جولة افتراضية بالمتحف. نعم، خلينا نعرف متحف حلب قد ايه مهم اليوم بحفظ التراث المادي واللامادي، خاصة لحضارتنا وثقافتنا وهذا التاريخ الكبير اللي عندنا. بعد بالأثناء الحرب سكر المتحف لفترة، من شي سنة ونص رجع عيد افتتاحه، افتتاح جزئي، بس الافتتاح كان كتير جيد لأنه بيحطوا مقتنيات بتمثل كل حضارة سوريا من ما قبل التاريخ لليوم. نعم، في تسلسل، التسلسل. إذا دخلتوا أول ما تدخلوا على المتحف في تماثيل ضخمة على المدخل، هي من تل حلف، تماثيل ارتفاعها شي 7 أمتار، حلو، ضخمة من البازلت. حلو. بندخل لقلب المتحف بنشوف قسم أول شي ما قبل التاريخ، في قبر، أقدم قبر منظم بالعالم 100,000 سنة، موجود مجسم لطفل، هذا عمل ثورة بالاكتشاف 1993، اكتشفوه بعفرين بعثة يابانية. هالاكتشاف هذا دل انه الانسان بسوريا من 100,000 سنة بلش يفكر بالموت ويفكر بالحياة الثانية، لذلك ما رمى الجثة، دفنها بحفرة وحجر تحت رأسه وحجر فوق جسمه. على فكرة البشر اجوا لسوريا تقريبا 1,000,000 سنة او اكثر شوي، وهذا دليل على تواجد البشر وتواجد بشر، يعني أول دفن منظم. نعم. في القسم كمان بنبلش الحضاري من 10,000 سنة أو 11,000 سنة بلشت الحضارة بسوريا. حقول كلمة، الحب والمحبة صناعة سورية. أول ما بتشوفوا بهذا أول قسم بتشوفوا تماثيل لعشتار، هاي في صور هون اذا بتشوفوها، اكيد وحده عمرها 10,000 سنه والثانيه عمرها 8,000 سنه، يعني اقدم تماثيل لعشتار بسوريا. فاذا الحب والمحبه صناعه سوريه. على سيره الفالنتاين، هاي نحن سبقناهم كثير بالفالنتاين. بعدين بنشوف كمان قسم فيها الجرار الملون، استخدموا الالوان، الالوان من الالف السادس قبل الميلاد استخدموا الوان، والوان حلوه. منفوت للقسم، الأقسام المهمة جدا اللي بحبها أنا، هي حضارة سوريا القديمة، الألف الثاني والثالث قبل ميلاد، إبلا وماري وأوغريت، فيها أجمل التماثيل والرقيمات. قسم إبلا في رقيمات، إبلا على فكرة هي اللي مدينة الأرشيف المهم يلي أضخم مكتبة وأقدم مكتبة 5,000 سنة. نعم. إبلا اللي كان فيها برلمان، إبلا اللي اكتشفنا بالأرشيف تبع معاهدات سياسية، شجرة الزيتون ومعصر الزيتون اكتشفت، سجلت لأول مرة بأرشيف إبلة. كان بإبلة في مدرسة كمان ضمن هالأرشيف، فبتشوفوا قسم للأرشيف فبتشوفوا بمتحف حلب موثق هالشيء هذا. بعدين في قسم ماري، ماري كمان هي بالألف الثالث قبل الميلاد، الثاني والثالث قبل الميلاد، كمان حضارة ماري حضارة ضخمة جدا ومهمة جدا، على نهر الفرات في تماثيل كتير بقسم ماري، كتير كتير رائعة، مثل التمثال، هي نموذج لهالتمثال هذا اذا بيطلع على الكاميرا، هي آلهة الينبوع، هي نسخة طبعا. نعم. مصنع بموافقة المديرية العامة للآثار، الأصلية طولها 150 سنتي، هي أجمل قطعة بحلب، بمتحف حلب. صحيح. يعني هي بتطلع عليها بتفكرها سوبر موديل. هي بقلبها نافورة، هي إلهة المياه وفي سمك، يعني التماثيل اللي كنا نشوفها بإبلة وماري بالألف الثاني والثالث قبل الميلاد كلها ضخمة، خاصة الورق ضخم رمز الخصوبة، ما عدا هذا التمثال بتحسيه سوبر موديل. هلا مفوت لقسم أوغريت، بنشوف المجوهرات بقسم أوغريت، أجمل مجوهرات بالعالم، إعجاز فيها. أوغريت هي اللي قدمت للبشرية الألعاب الرياضية، قدمت الموسيقى،
قدمت اول ابجديه. صحيح. هي اوغاريت بنشوف، بنشوف رقيمات من ارشيف اوغاريت. نعم. بنشوف المجوهرات، بنشوف ادوات ذهبيه مصنوعه من ذهب، وكان في علاقه بين سوريا ومصر معروفه، علاقه قديمه على فكره. نحن حدودنا مع مصر من الالف الثاني قبل الميلاد. نعم. لحد الحرب العالميه الاولى كانت سيناء، لذلك بنشوف ضمن قسم اوغاريت اثار مصريه. علاقتنا مع مصر كانت من عبر التاريخ دائما علاقه. صحيح. وثيقه. بعدين بنفوت للقسم للاثار الاراميه اللي بنشوف اثار تل حلف الضخمه، اثار بازلتيه ضخمه جدا، وفي لوحات كمان بازلتيه وكلس من تل حلف اللي هو اوج الحضاره الاراميه. وبنشوف بعض التلال الثانيه، تل احمر، اثار تل احمر، والوان الفريسكو من تل احمر يلي عمره اكثر من 3000 سنه كمان موجوده هيك. وبنشوف بتل احمر تمثيل، وبنشوف الكتابات الاراميه. نعم. الكتابات الاراميه اللي بعدين الاثار الكلاسيكيه اللي هو البيزنطي والروماني، بنشوف في كثير تمثيل حلوه بتعود للعصر الروماني والبيزنطي واليوناني قبل منه. بعد منا الاسلامي، والاسلامي قسم ضخم جدا وفي الاثار الاسلاميه. على فكره حلب احتفلت قبل الاحداث كعاصمه الثقافه الاسلاميه، في اثار اسلاميه كثير موجوده، وهذا القسم الاسلامي موجود وكثير كمان رائع وجميل. اخر قسم الفن الحديث، يعني بلشنا من قبل التاريخ للفن الحديث. هلا انا بدعي اهل حلب وكل سكان سوريا وقت يروحوا يزوروا هالمتحف، هذا المتحف متكامل يعني ما بيخسروا شيء، خلي يفوتوا هالاطفال يشوفوا حضارتهم وينتعشوا، بعدين ما بيكلفوا شيء، يعني رسم دخول كثير بسيط، ويمكن الاطفال مجانا والمدارس اكيد مجانا، يفوتوا يشوفوا حضاره سوريا الحلوه خاصه. نعم. بهالوقت يعني اذا بدهم بالوقت الصعب. صحيح. سيران ما بيكلفهم شيء، وفي ثقافه. صح. وفي حديقه على فكره بالمتحف كمان. نعم. فيها بعض الاثار البازلتيه حلوه. هي جوله سريعه افتراضيه على متحف حلب. نعم. حلب كثير بتعني لي كثير، انا دليل سياحي 30 سنه 25 26 سنه، كنت اجمل ايام شوف حلب. ورد فعل الزوار اللي اطلع معهم كان كثير رائع عن حلب، على كل سوريا، كل سوريا حلوه بس حلب لها خصوصيه، لأنه خاصة هلا صار في ترميم للاسواق القديمه اللي تعرضت لعمليات ارهابيه. صحيح. يعني مثل ما قلنا انه دائما في اراده لاعاده حلب لاوجها، في اسواق قديمه صار لها مثل ما حكينا سوق السقطيه، بعض المناطق الصناعيه رجعت للعمل لو بمشاريع صغيره، يعني قد ايه كمان هي القصص مهمه بالنسبه للشعب الحلبي حتى يحافظوا على هالتاريخ، يعني هي المناطق اللي مسوره او محيطه بالقلعه. ذكرتيني بشيء كثير مهم، الحلبي وإرادة السوري. حلب وسوريا تعرضت ل 110 اعتداءات وزلازل. هلا حلب تدمرت مرتين بزلازل، 1138 و 1822، يعني بقرن 12 وقرن 17 زلازل مدمرة. 80% آخر زلزال 80% من حلب تدمرت. خلال 10 سنين أعادوا بناءها. خلال 10 سنين وما كان في مكانات بذاك الوقت بأيديهم، بس كان في محبة. نعم. كان في محبة كتير كبيرة بالعمل والمحبة عادوا بناء. بعدين الاعتداءات، من الاعتداءات اللي تعرض عليها حلب المغول عدة مرات دمروها، آخر مرة 1401 تمرلنك دمرها بالكامل، دمر دمشق ودمر حلب كمان، بعد من أعادوا بناءها. بس بعد اعتداء تمرلنك 1401 كمان إجا زلزال وإجا جراد وإجا طاعون، 10 سنين صعبين أصعب من هالوقت بمئة مرة، بس قدروا يرجعوا يعمروها بالعمل والمحبة. نعم. يعني مو بوسائل سوري التكاذب الاجتماعي. صحيح صحيح. يعني هلأ للأسف وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. عم تهول، ما عم بقول إنه وقت مو صعب، وقت صعب جدا كليات علينا، بس كمان التهويل، هن كانوا دائما كلمة طيبة محبة وعمل، يعني مو قاعد قفل اللابتوب وعم. لا صحيح صحيح. عمي لذلك كان في تكافل اجتماعي. للاسف هلا في تكاذب اجتماعي على وسائل التواصل. صحيح. يعني يمكن اهل حلب رائعين جدا، رائعين جدا،
وانا دائما بشتاق كثير اطلع لحلب. كثير زوار طلعنا معهم في رؤساء دول، على فكرة من كثير ناس عبر التاريخ زاروا حلب، ام كلثوم 1931، عبد الوهاب، ديغول ارقى خطبة من فندق بارون، يوري جاجارين، عبد الناصر، ملكة الدنمارك، من الزوار اللي قبل الاحداث الرائع اميل لحود والبرلمان البريطاني، رئيسة الفلبين، انا اميل لحود ورئيسة الفلبين برلمان بريطاني، انا كثير اخذت ضيوف لحلب وخاصة وقت شو كانوا بالسوق. هلا انا عم احكي عن السوق لانه السوق بلش يرجع. صح. وانا بتوقع خلال سنة او ما حبالغ بثلاث سنين السوق بالكامل حيكون راجع. نعم. السوق المشهور هذا سوق المدينة المشهور. نعم. شغفي يعني بحلب كثير. طبعا حكيت يعني يمكن بانوراما لخصنا فيها هالحضارة يلي عمرها آلاف السنين، ومثل ما ذكرت حلب كانت عاصمة الثقافة الإسلامية ودمشق عاصمة الثقافة العربية. يعني خلينا نحن نركز أنه كانت دمشق هي شاملة لجميع المحافظات، كانت العاصمة العربية. مثل ما بنعرف أيضا الحرب هي استهدفت هي المعالم الأثرية وحتى المعامل، يعني ما خلوا لنا لا اقتصاد ولا حتى سياحة. قديش نحن مثل ما ذكرت مهم أنه نحافظ على شيء يمكن أي حرب بتمر عليه ما رح تقدر تمحي أثره، إن ما انكسرت فيه بس أثره هو موجود. كتير كلامك ظريف ودائما بيذكرني بامور حلوه. انا ب 2012 بدايه الحرب كانت بحلب، تاخرت شي سنه الحرب بحلب، طلعت اعطيت محاضره بمعهد السياحي، طلعت بالطائره اعطيت محاضره، شفت الشعب الحلبي قديش هو حريص. رغم هالشيء انا كنت واثق انه حلب حتنتصر لاني ثقتي كبيره باهل حلب. نعم. واثق حنتصر. بعدين وقت تحررت حلب، يوم اللي تحررت انا كنت بحلب، طلعت لحلب وشفت شلون هالفرح بحلب، وقلت لهم ما حتنتصروا. يعني في ناس اصدقائي كنت عم تواصل معهم على التلفون، صار لي كان وقتها شيء خمس ست سنين ما شفتهم، ورجعنا عملنا لمه. بعدين في طلعت مع نشطاء اوروبيين وامريكان واخذتهم على المنطقه الصناعيه بعد التحرير بسنه. حلو. تفاجئوا انه المنطقه الصناعيه بدات عم تشتغل. نعم. يعني شلون بننهض بالرماد؟ من الرماد فعلا بننهض من الرماد، يعني اعجاز بالانجاز. نعم. اعجاز كبير. نعم. يعني مو غريبه استاذ عبد على شعب حلب هي الاراده، مثل ما قلنا عبر التاريخ يعني فعلا كانوا قد وقدود ما بيقول مثل ما بيقولوا. واحلى شيء انه هلا بلشت حلب تنهض وترجع لألقها بهمه اهلها. نحن بنتمنى هيك كمان الكل يروح يطلع على السياحه الداخليه، المعالم الاثريه بحلب، ويتذوقوا احلى اكل حلب، مطبخ الحلبي يعني كمان حلب. هذا منتج سياحي رائع. نعم. نعم. شكرا لك استاذ عبد على كل المعلومات وهالرحله التاريخيه اللي اخذتنا فيها على احلى معالم الاثريه بحلب. شكرا كثير. وانا بقول املنا بالله كبير، واملنا بجيشنا كبير اكيد، واملنا بقائدنا كبير، واملي بالشرفاء كثير كبير بهالبلد. البلد رح ترجع وهالازمه بتمشي ان شاء الله، والله يديم المحبه ان شاء الله يا رب. امين. شكرا لك استاذ عبد الرزاق الحمصي خبير اداره مواقع تراثيه واثريه، نورت صباحنا، واهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم.